السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه زي ما انتم شايفين بقى النهارده كده مين فينا بقى مش بيحب الرواية البلدي النهارده عملناه بطريقه سهله مكونات بسيطه وكمان عملناه في الطاسه يعني من دون بقى تعب ولا مجهود ولا اي حاجه ان شاء الله كده هتقومي تجربيه مع احلى بقى جبنه قديمه يا سيدي عليها مع شويه عسل اسمر كده يا سلام احلى راي ان شاء الله تجربيه بصوا شايفين الانتفاخ بتاعه كده حاجه زي الفل ان شاء الله تقومي تعمليه بطريقه بقى الفلاحين بس بقى النهارده كده عملناه في الطاسه بصوا طري زي الفل هواتي وطعمه كان خطير جدا ما يحلى بقى يوم الجمعه بقى الا بالفطار ده بقى وشويه عسل كده اصبر مع حته جبنه قديمه كده وفلاحي بقى حاجه كده من قلب الزرعه <applause> تعالوا بقى معايا داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا الرواق الحلو ده ازاي خليكي معايا حاجه كده عظمه على عظمه شويه بقى عسل يعني تعالوا تفضلوا معايا <applause> كان غدايا <applause> بألف هنا وشفا على قلبكو تعالوا بقى نقول ايه هي الطريقة والمكونات وازاي يطلع معاكي طري وملبن كده اول حاجة المقادير بتاعتي سهلة خالص 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 اجيب البولة بتاعتي ابدأ انزل عليها بالضيق بتاعي انا بستخدم ضيق الضحى حلو جدا في المعجنات والفطاير والحاجات والذي منه معجنات يعني تمام ده اه كان المفروض اللي هو يبقى لبن رايب انا بقالى يومين حطاه برة الثلاجة بس طبعا عشان خاطر يومين السقعة فمربشي. تمام عادي خالص يعني هو بينفع باللبن العادي بس الاحسن بيكون بالرايب طبعا زي طريقه الفلاحين بالظبط وده بيكنج باودر هبدا ايه احط ايه نص الباكو كده تمام او معلقه كبيره كده احنا ماشيين زي الفل ورشه الملح بتاعتنا يعني نص معلقه كده صغيره عايزه ازودي بقى في الدقيق في اللبن في يعني شوفي شوف زي ما انت شايفه انا ما اي زيوت دلوقتي خالص ولا اي سمنه ولا اي حاجه هبدا اخلط كل العجين كده مع بعض ولقيت لسه ال القوام بتاعي عشان كترت في اللبن فهبدا ايه احط عليه دقيق تاني واعجن بقى بايديا النبي عربي واديله <تص> ابداي <applause> ايه اعجني كله كده مع بعضه بحيث اللي هو ايه تبقى كوره كده ايه متماسكه يعني آه... عجينة كده متماسكة والطبق بتاعك كده من الجناب اه تلاقيه كده نضيف وزي الفل كده العجينة بتاعتك تبقى جاهزة معك اهو بصوا شايفين حاجة زي زي الفل ابتدت بقى اجيب ايه معلقتين كده من السمنة الفلاحي يعني حلاوته بقى بالسمنة الفلاحي كده او الزبدة بيبقى حاجة زي العسل تمام هبدأ احطها كده في طاسة وحط عليها شوية كده من الزيت مش يعني مش يامع انا اصلا مش مكترة كمية الضيق ولا اللبن ولا اي حاجة تمام وابتديت اسيحهم وهبدأ انزل بيهم بقى على العجينة دي يعني طبعا هتقولي لي ما حطيتيش ليه في العجينه لا هي حلاوتها وانتي بعد ما تعجنيها كده تبتدي ايه تخلطي كده طبعا انا زودت كميه الزيوت بصوا بكف بكف طبقوا ايديكم كده وتبتدوا تعجنوا يعني العجين كله كده يخش مع بعضه والسمنه مع الزيت مع العجينه كله لقيتها كده يعني ايه زياده سمنه فهبدا ايه احط شويه كده من الدقيق عادي خالص تبتدي بس تعجنيها كويس كده لحد بقول له على ايديا تمام اه اه تعملي ايديكي كده زي مطبقاها يعني بتبتدي تعجنيها كويس بحيث كل الخليط كده يخش مع بعض. وكده العجينه معايا زي الفل هبدا بقى اجيب ايه الصينيه او شوفي اه اي حاجه مش هتحطي عليها يعني حاجه نظيفه كده تبتدي ترشيها كده رشه بسيطه كده من الضيق وتبتدي تقرصي بقى طبعا عايزه كور كبيره كور صغيره زي ما انت عايزه عايزاها حجم متوسط مفيش مشاكل هتبتدي تطوريها كده يا تدوريها كده تقوري ايه بس تطوريها كده برده تدوريها يا جماعه ما تركزوش ما تركزوش مع اللغه <تقوّر وهي> تدوريها كده زي ما قلتلك الحجم اللي انت عايزاه حجم كبير حجم صغير بس انا بحبه الوسط يعني ولا كبير ولا صغير تمام هبدا بقى ايه اعمل كله كده كويرات بحس اللي هو ايه حسبها بترتاح شوية لمدة ايه نص ساعة كده تمام آه هي الكمية معايا يعني عملت زيادة عن مثلا عشرين رقاية آه زيادة عن عشرين كمان ما شاء الله يعني رمت معايا وانا ما كنتش مستخدمة كيلو دي كله طبعا تمام آه عايزة تعملي زي ما قلت لك باللبن الرايب باللبن العادي الاتنين مش هيقولوا لك لا يعني اهم حاجة ما تكتريش الزيت معاكي عشان يطلع طري كده وحلو معاكي وتبتدي آه بقى تغطيه وتسيبيه يرتاح لمده نص ساعه كده اول ما ارتاح معايا بقى هبدا ايه ارش كده رشه بسيطه كده من الدقيق من تحت بس الدقيق يكون من تحت بس بلاش دقيق من فوق هبدا اجيب السريع بتاعي اول عجان انا قعدت ادور بصراحه يعني على النشابه بتاعتي مش لاقياها بصوا قلبت عليها المطبخ <applause> مش لاقياها المهم لقيت البتاع ده اللي هو السريع بتاع الفلاحين عادي خالص يعني عندي منه بس هو بايد والحمد لله الايد الايد اتكسرت يعني الحمد لله فحلو زي الفلاحين. معايا بالغرض بصراحة المهم يعني ايه هتخلي الرؤية رفيعة مش عايزة السمك بتاعها كبير ولا صغير يعني مش تخين ولا رفيع تمام انا عايزة السمك بتاعها خفيف خالص وكل ما ترقي الرقاية كل ما تبقى النتيجة معاكي احلى واحسن تمام تبتدي ايه اول بس ما تفرديها كده تبتدي ايه ترحيها كده بايديكي يعني طبعا الفلاحين عارفين يعني ايه ريحه <applause> تمام على فكرة انا فلاحة عادي خالص <applause> <applause> تمام تبتدي تفردي كل كده تمام انا كنت بصور بتليفون والناحيه الثانيه بقى التليفون التاني كان بيصور الرواق وهو على النار بحيث ان انت بتخلصي من واحده يعني المفروض تحطيها خلاص بقى تحطيها على البوتاجاز بس زي ما انتم شايفين النار كانت في الاول عاليه وبعد كده ابتدت ايه اهدي عليه يعني النار يعني نار متوسطه تمام آه اول ما يبتدي تلاقي الفقاقيع بتاعته كده ابت وبقى اتنفش وبقى حلو معاكي خلاص تبتدي تحطيها على الناحيه الثانيه بصوا شايفين يعني حاجه كده زي الفل وكل ده طبعا على البوتاجاز عايزه تعمليه في الفرن طبعا زي الفلاحين بقى بيعملوه في الفرن الفلاحي اللي هو ابو طين ده زي العسل اقسم بالله كانت احلى ايام لما كنا ايام يعني امي الله يرحمها كنا بنروح نخبز عند الجيران في الفرن الفلاحي اللي هو ابو ابو طين ده ابو حطب بصراحه كان وبالذات بقى بالذات بقى كان طعم الرز المعمر كان انا كنت مسميه الرز المهبب <applause> عايزه اكل رز مهبب يا ماما <applause> الله يرحمك <applause> ربنا يرحمنا برحمته بصوا بقى دي الكميه اللي طلعت معايا حاجه كده زي الفل هبدا بقى اجيب ايه بقى العسل الاسود بتاعي او العسل الاسمر طبعا كله فده وغذاء وكده يعني مفيد قصدي يعني وغزة والجبنه القديمه دي بقى جايباها من الفلاحين جبنه قديمه على اصولها يعني بالمش بتاعها كده بس المش مش ابو دودو <applause> بالفلفل كده حاجه كده زي الفل عايزه تحطي جبنه بيضه تحطي جبنه جبنات تانية جبنه قريش عسل ابيض ما فيش اي مشاكل تمام حبدأ بقى ايه قدمي بقى ايه زي ما انت عايزه الصينيه بتاعتك وحطي فيها اللي انت عايزاه ينفعك بقى في فطار يوم الجمعه في عشاء في ده كان غدا يعني انا كنت بعمل الفيديو ده وكنت في عرض من العروض والله يعني كنت في عرض... عرضك يا تيتا <applause> كنت في عرضك وانا عماله اشتغل من فون عماله اكتب لك ومن فون تاني عمالة اعمل الفيديو فمش منضيع وقت احنا كنا خالص كنت بفنش في الفيديو و الله صلى على النبي وبتفرج معاكي على القرص اللي انت كنت عاملاه بالمية بألف انا وشفا على قلوبك يا رب بصوا بقى احلى رواية يعني انا بقول لكم حطوا بقى لايكات يعني يستاهل ان شاء الله تومي تجربيه مع أه طريقته سهله مكوناته بسيطه ان شاء الله يعجبكم كتير وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجه حلوه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته